عادت الروح وعادت الانتصارات، أبناء الحضنة يعودون بقوة هذا الموسم، ثلاثة انتصارات وتعادل جعلت وفاق المسيلة يعتلي صدارة القسم الثاني هواة المجموعة الوسطى. خدمنا احنا عينا شوية تعبنا، مي الحمد لله حقنا انطلاقة مليحة، يعني أنه بفضل الجروب هذا، يعني كاع يعني لي جوار ستاف تكنيك مسيرين كاع كنا يعني كنا سوليدير شوية. دخلنا المنافسة طول دخلناها يعني بقوة، ما يخفاكش باللي ربحنا ثلاث مقابلات، ديناها بالأداء وبالفوز ودرنا تعثر لهنايا، ونظرنا احنا عندنا فريق مليح وفريق تاع صعود. رغم الأزمة المالية والتأخر في التحضيرات، إلا أن رفقاء المتألق موسعي استطاعوا تسجيل انطلاقة قوية أرجعت للوفاق هيبته وأنصاره الذين هجروه لسنوات بسبب سوء النتائج، لتكتظ بهم المدرجات مع كل موعد للكتيبة الحمراء. إدارة وحدها ما تدير والو، كل ما يكونش الجميع ملتف حول الفريق هذا، من إدارة، من رجال أعمال، من مسؤولين، من مناصرين، حنايا كما المناصرين، الشيء اللي كان يخص الفريق لعبوه، يعني لعبوا دور كبير، الشيء اللي كان يخصهم يعني كانوا بارك الله فيهم كملوه المناصرين، يعني لازم يلتف الجميع حول الفريق، صعود هذا لازمه التفاف الجميع. بعد سنوات إجهاف يبدو أن حلم الصعود أصبح أقرب للحقيقة، خاصة مع نظام المنافسة الجديد، ليعود بذلك وفاق الزمن الجميل وتعود البسمة على وجه أنصاره.